أهلا من جديد مشاهدينا الأعزاء. إذا كانت البشرة تحتاج إلى رعاية وعناية وسلوك محدد في الرعاية والعناية والاهتمام بها، فإنه بيئتنا أيضا تحتاج إلى ذات الرعاية والعناية والاهتمام والسلوك. السلوك هذا يعني اثنين، السلوك الخاص لكل إنسان والسلوك العام المتعلق بالهيئات وكل حتى المنظمات المساعدة وكل الجهات المنوط بها العمل في هذا المجال المهم. أنا سعيد جدا أنه أجلس بقربي في صباح الشروق الأستاذ أيمن بشير خليفة، وهو مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات بهيئة نظافة ولاية الخرطوم، ليدور حديثنا ونتكلم عن إصحاح البيئة بولاية الخرطوم. أهلا بك أستاذ أيمن بشير، وسعيدين جدا بك في صباح الشروق. يا مرحب أخونا حسام، ويا مرحب بقناة الشروق القناة الفتية، ويا مرحب بصباح جميل في ولاية الخرطوم على السودان والبلد كلها عموما. نعم، الذي يحدث ونراه في بيئة ولاية الخرطوم لا يمكن أن نقول عنه إلا أنه تشويه بصر، يعني صراحة. فأليس من محزن؟ هو طبعا يعني بلا شك يعني الإنسان يتفطر على الجمال، والنظافة هي سلوك يعني مفترض إنه يكون يعني حتمي على كل الناس. أكيد لما الواحد يشوف منظر ما 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 يعني منظر ما لايق، وسخان، منطقة ملانة وساخة، أكيد المسألة دي ما بتسر زول على الإطلاق، صعبة جدا شديد. طيب أنا قصدي اتكلمت عن إنه الأدوار هنا مقسومة على اثنين. نعم، خلينا نشوف أول حاجة. كل إنسان مفروض يكون، نحن بنتكلم عن تخطيط استراتيجي، كل إنسان مفروض هو في نفسه يبدأ بنفسك أولا، بعدك نجي للأدوار العملية. صحيح. طيب أديني بس مساحة أنا أتكلم عن النظافة في ولاية الخرطوم والتطورات. طيب. اللي مرت بها. المعروف أنه يعني العاصمة الخرطوم يعني هي عاصمة يمكن الإدارية للسودان، أو العاصمة القومية للسودان، يمكن من العام 1826 لما الحكم التركي كان في السودان. خورشيد باشا هو يعني يمكن من أول الحاجات اللي خدتها إنه أمر بتنظيف العاصمة وإسراجها، يعني كان بتتنظف وتولع فيها الإضاءة الليلية عن طريق الزيت، وأمر بنظافتها. حتى نظام النظافة فيها كان يعني بيتم عبر العمال اللي هم في الوقت ذاك، يعني اللي هم تحديدا كانوا الجيش التركي. وبدأت تتطور المسألة لغاية ما يمكن بدأت كلية العلوم والصحة في تخريج أول الدفعات، يمكن في العام 1932 أو 33 بدأت بعد المفتشين بتاعين الصحة والملاحظين وشيوخ العمال يعني يبدوا يشتغلوا في داخل الأحياء. نظام المعالجة كانت في الوقت ذاك كانت يعني بتتم عبر الحرق النفايات داخل الأحياء، كان في براميل كده بتتخطى فيها النفايات ويتم حرقها. مع تطور الأنظمة بتاعت المعالجة وغيره بدأت المسألة يعني تأخذ النفايات من داخل الأحياء والمجمعات السكنية والأسواق والشوارع ويأخذوها إلى خارج المدينة، وبرضه كان بيتم بالحرق. استمر الحال على ما عليه يمكن لغاية يعني 87 88 89 90 تحديدا، يعني امرت حكومه الولايه بانه يا اخي تدعمل دراسه فنيه على اساس انه يدعمل مشروع نظافه المعالجه. ليه؟ لانه يمكن لغايه الفتره دي ولايه الخرطوم كانت تعداد سكانها يعني ما بين 3 مليون ل 3 مليون و400 نسمه. طيب فجاه حصل انفجار، يعني يمكن الانفجار الاول بسبب الظروف مش السياسيه، لا انا بتكلم عن الظروف الجغرافيه، يعني كانت في مجاعات ضربت في اجزاء من السودان، تمت هجرات الى داخل الولايه. المساله دي كان لابد انك انت تعمل موازنه ما بين شنو؟ الماعون الناقل وحجم الكتله المنتجه للنفايات. فتعمل الدراسة الفنية لمشروع النظافة وبدأ يمكن من عام 2002
2002 لغاية 2007 قدر المشروع يحقق نجاحات بدليل أنه كان الخدمة بتتقدم بمعدل 3 مرات في اليوم. في الفترة ما بين 2007 لغاية 2010 كانت في مشكلة حقيقية في إدارة المشروع. اللي حصل شنو؟ اللي حصل انه يعني المحليات طالبت بأيلولة المشاريع ليها باعتبار انه جزء اصيل من المزلة الادارية بتاعتها، يعني ده تحت مظلة الحكم المحلي، فانفردت اي محلية بالمشروع بتاعها. زمان احنا يعني في المشروع بتاع النظافة كانت بتتم مراجعة شبه يومية، اسبوعيا كانت بتكون في 3 اجتماعات على مستوى الخدمة، على مستوى الاداء، على مستوى الايرادات. فانت كنت بتتابع اول باول، عندك مراقبين وشيوخ عمال وغيره وغيره وغيره. نحن يعني قادر تتصور انه عدد العمال في هيئه النظافه او في مشروع النظافه في ذاك الوقت كان 7500 عامل. 7500 عامل. 7500 عامل. ده سنه 2007. طيب بس لما نجي في 2020 نتساءل عن حجم العمال كم، حتتفاجأ. دلوقتي احنا في احسن حالاتنا، عدد العمال 3200 عمال مؤقتين، يعني دون ابسط وسائل جاذبه للمهنه، فبالتالي انخفضت الايدي العامله. النفايات بتحسن بطريقتين. ليه انخفض الايدي العامله؟ طيب انت انا ما اعرف، هل هي دي مسؤوليتكم انتوا ولا بالضبط؟ لا طيب. لا، ما انت بتكون بعدك مرتبط بانظمه ماليه، انظمه ماليه. العامل بتاع النظافة عندنا بياخد أقل من $20، اللي هي يعني، والكلام ده حصل مؤخرا بعد يمكن الوالي السابق الدكتور يوسف الضي قرر إنه يكون الحد الأدنى لأجر العامل 3000. طيب زول بياخد 3000 يشتغل 30 يوم، كده أستاذ حسام كده حاول قسمها ليه ليه في 30 يوم عايش برا، ولا عنده أمه لا أبوه لا أخوه لا أي، بس عايش بس بالثلاثة ألف لـ30 يوم ولا 3000 ولا 3000، يبقى بقت المهنة طاردة. نحن الآن بنتعامل مع العمال بمبدأ المسايسة، دي واحد. اثنين، الآليات. زمان الآليات كانت موجودة متوفرة يعني بتغطي لي المنطقة، يعني إذا أنت قلت عندك مثلا 200 عربية، المساحة السكانية على الـ على الـ على الـ على المفرز من النفايات يعني في 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 شنو؟ في موازنة. لكن الآن لما تتكلم عن حجم الإفراز، طيب حجم الافراز قاعد يتعامل كيف؟ الكلام ده ما من عندي. وكاله التعاون الدولي جايكا جات بالاضافه يعني بالتعاون مع هيئه نظافه ولايه الخرطوم واداره المعلومات والاستراتيجيه، عملوا سيرفي يعني عملوا استبيان في الولايه وعملوا مسح. لقوا انه المتوسطات بتاع انتاج الفرد من النفايات في اليوم اللي هي 6.5 اي تقريبا 7، اللي هي 700 جرام. تمام، اللي هي اكثر من النص شويه. طيب عدد السكان كم؟ المعلومه اللي عندنا احنا ولايه الخرطوم في الارقام الرسميه، ولايه الخرطوم الان فيها البيان الجاي من التعداد السكاني انها 13 مليون وشويه. ما ظاهر للناس في المساله دي الحركه بتاع اللي بتتم ما بين الولاية والولايات الأخرى أو القرى المحيطة بصورة يومية. تمام، عندنا بحثات أجنبية ديل ما كانوا محسوبين في داخل القصة دي. عندك الـ في الشوارع ديل بيسموهم شنو، المهم يعني اللي عاوز أقوله أنا لما تحسب الحساب بتاع الناس ديل بيقول لك قريبة 14 مليون نسمة، لما تقسمها على اثنين اللي هي باعتبار انه 700 جرام اللي هي بتعمل لك زي 7500 طن، دي المفرز بتاع النفايات 7500 طن. طيب تعال شوف الاسطول بتاعنا نحن بكامل بهاء وقاعد ياخذ كم في اليوم. النفايات اللي بتطرحها يوميا في احسن حالاتها ما قاعد تصل 3000، بيبقى انت عندك راكد في الاحياء وفي الاسواق وفي الـ في الـ في الـ في الـ يعني احنا لو بنصل 50% ولا 50% من المنتج اليومي او من الحاله اليوميه. الكلفه بتاعت العمل بتاع النفايات ذاتها مكلفه جدا، يعني الاليه اللي بتشتغل في النفايات مكلفه جدا. يعني انا حابب لو كان في متسع من الوقت انه الموضوع يمشي على اساس انه المساله تتحل من جذورها، يعني احنا ما نعمل جراحات تجميليه، نحل المشكله من اصلها. يعني انت تعال شوف الاليه بتاعت النظافه مما تتحرك من الاداره بتاعت الهيئه لغايه ما تاخذ النفايات وتمشي تفرغ وتجي راجعه بتكلف كم؟
دي وحده. انا ما منحاز لانه الناس يعني تحلحل المساله بتعرفه او غيره، لا، انا بتكلم عن انه يا اخي الناس تتكامل الادوار فيها، يعني واجباتك وحقوقك. واجباتك العربيه تجيك لغايه عندك، دي حقوقك. واجباتك انك انت يا اخي النفايات دي تطلعها في مواعيدها، في 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 يعني في مواعيد معقوله، افرز النفايات في تفاصيل مرتبطه بالنفايات، لانه النفايات اصبحت لا. الان ذات قيمه اقتصاديه. ده جانب مهم جدا لاسره هيئه نظافه ولايه الخرطوم. نعم. لكم انتم ايضا في التخطيط الاستراتيجي، ولكم الحق ونحن ندعم هذا، انه نأمل جميعا في مستقبل أكثر إشراق، بدعم أكثر من الحكومة، بتطور أكثر حتى في الآليات في أشياء أخرى. الآن المواطن يعني لا صبر له على ذلك. الآن نحن ننظر، ويمكن للصورة أن تصاحبنا إن وجدت أو جاءت في العيد أو ما إلى العيد، فترة العيد، فترة العطلة، وهذه الصورة الآن مباشر موجودة. الآن هذه الصورة نعم. معنا على الهواء مباشرة، هذا الوضع الآن صحيح. الآن هذه الصورة مباشر. طيب. هذا هو حال العاصمة، يعني الآن هذه اللقطة على الهواء مباشرة، هذا هو الحال. لم تقل القمامة كما نراها الآن، والصورة تعكس ذلك. يعني خلينا نتكلم عن فترة العيد وفترة الأمطار. هذه الصورة مباشرة. هل بما شرحته انه في نقص في الاليات، في كثير جدا من المسببات، ويعني وجدت قبل ان نسال حتى، هل سيستمر الوضع بهذا الحال؟ هو شوف، اذا انا لو قلت لك الوضع حيستمر بالشكل المزري ده ما اظن. هي في معالجات قاعده تتم، وعلى فكره ده ما المشهد الوحيد. نحن على علم تام بكافه المناطق السوداء في الولايه، لكن زي ما قلت لك، نحن الان استعدت، لو خليت بالك في الصوره دي النفايات هي موجوده على الجزر بتاعت الشارع اللي هي الفاصل ما بين الشارع بتاع الزرط، ايوه اللي هو بيسموها الجزر. طيب هي موجوده في الجزر. المشهد ده ممكن تشاهده في الخرطوم في منطقه الكلاكل الشريك، ممكن تشاهده في ام درمان في الشارع بتاع الصناعات في ناك ود البشير، ممكن تشاهده في بحري، ممكن تشاهده في الحاج يوسف وهكذا، لانه الناس والان الصوره المباشره السلامة. ايوه ما انا بقول لك انا ما قادت يدي على كل الملفات دي. احنا مشكلتنا الان في المشين اللي بيشتغل في المساله دي، وتوفير مستوعبات اللي هي حاويات باشكال مختلفه. احنا عندنا اشكال مختلفه من الحاويات، اللي هي في عندنا الحاويه ال 2 يارده وفي الحاويه 14 يارده. هي دي بتشتغل يعني يعني هي مفترض انه تاخذ تستوعب لي المفرز من النفايات دي. في حاجه برضو انا حابب برضو اقولها، صحيح في تقصير. انا معول كثير جدا على الشباب في هذه الايام انه يا اخي يخلقوا التحول المطلوب للمساله دي. نحن بنبذل اقصى ما عندنا على اساس انه نوفر الصيانه اللازمه للاليات، لكن بنقف عاجزين في انه يا اخي يعني نغطي كل المساله. يعني لك ان تعلم انه ولايه الخرطوم بمساحتها الشاسعه الكبيره دي انه الان بتعمل باقل من 500 عربيه، كده خلونا من اي حاجه وتعالوا نفكر ال 500 عربيه دي نتعامل معاها كيف. انا سعيد والله بالخطوه اللي قامت الايام دي وتولاها يعني السيد والي الخرطوم يعني ايمن، باعتبار انه اول هام قاله في 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 بيانه للمواطنين بولايه الخرطوم قال النظافه. ده انا سعيد جدا بالقرار زي ده، لانه يعني هي عنوان النظافه، هي عنوان. وعايل الصوره اللي وراك دي، شوف الخرطوم دي جميله كيف من فوق بتشوفها جنه، لكن اول ما تنزل تحت بتتفاجأ ليه؟ لانه يعني اذا كان انا مقصر في عملي كجهه رسميه، المواطن برضه مقصر من جانبه. كده ناخد على الشكل العام، نحن عندنا في الفترات اللي فاتت دي كهيئة نظافة كنا عندنا مبادرات كل فترة والتانية، لما نشوف منطقة زي دي يعني حصلت فيها نقاط سوداء بنتدخل. نحن عملنا إدارة بتاع التدخل سريع، بنمشي بناخدها. نعم. سرعان ما تعود الصورة تانية سواد آخر يظهر على الهواء. أي والله مسألة ما مشرفة أبدا، مسألة ما مشرفة على الإطلاق، نعترف بذلك، هي مسألة قبيحة جدا جدا ولابد إنها تتغير بأي شكل كان. دي واحد. اثنين، يعني حتى الميادين، يعني في الأسهري في المجمع بتاع المحاكم فيه ميدانين، الميدانين دي قريبات لبعض،
انا كنت مشرف نفسي بنفسي على المساله بتاعت نظافه الميدانين ديل، وكنت يعني دار اشوف اللي بيحصل شنو. انا نظفت الميدانين ديل وبرجع بعد اقل من 72 ساعه اجي القى الميدان ثاني رجع. فلما سالت الناس القريبين مني بقول لي يا اخي في ناس بتجي بعرباتها بالليل، الواحد بيجيب زي ده كده وبشيله بيجع. ده ميدان كوره متنفس رياضي متنفس يعني يعني ترفيه. طيب في كثير جدا من المواطنين ممكن يبرر يقول لك والله يا اخي انا ما في يعني بيت انت زكاه اسي، ما في كونتينر، ما في صندوق، ما في حاجه انا اضع فيها النفايه. في كل الاحيان انت ذكرت عدد مثلا انه في 500 عربيه الان. انا ما اعرف المعطل كم والشغال كم، لكن كنا شاهدين على الحاجه دي. العربات كان في كل حي، اذا كان في الخرطوم، في ام درمان، في بحري، في اي بيت كان بتصل العربيه قدام خشم الباب، وانت بتطلع النفايه بتاعتك ويجي الزول بيضرب الصفاره. الان ما في الحاجه دي. طيب انا ما متذكر اخر مره شفت 200 عربيه جات شالت الغمامه من البيت يعني. هو شوف انا دار اقول لك ال 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 العربات موجوده وشغاله، بس انت قادر تتخيل لما يدوك مثلا كوبايه ويقول لك يا اخي مثلا تفضل اتكرم بها وشرب بها 10 انفار، ونفس الكوبايه ذات يقول لك شرب بها 100 نفر، قادر تتخيل اخر زول ممكن تصلوا الكوبايه 200؟ ده اللي قاعد يحصل عندنا ببساطه شديده. نحن لينا فتره بالنادي بانه يا اخي الاسطول بتاع الولايه ده لابد انه يعلى، لانه الان لو تكلمنا عن المساحه الجغرافيه مفترض يكون عندنا ولايه ام درمان وعندنا ولايه بحري ولايه الخرطوم بالمساحات اللي حصلت دي. يعني العربيه انا بقول لك 500 كده، بس بعمليه حسابيه وزع لي ال 500 العربيه دي علشان تغطي لك المساحه دي كلها، عشان تشوف انت ممكن تجيك في الشهر كم مره او في. يبقى بالمقابل مفترض تكون في حلول ذكيه. انا ما دار الوم زول، لكن مفترض انه تكون في حلول ذكيه. شنو يعني مفترض انه تدعم المستوعبات؟ نحن الان واحده من الحلول اللي هنعتمدها اللي هي المستوعبات وهي الحاويات. الان في الولايه استطاعت انها توقع عقد مع مجموعه جياد الصناعيه على اساس انه ينتجوا لنا حاويات باحجام مختلفه، لكن كده خلينا نرجع ثاني نشوف التعامل بتاع المواطن مع الحاويات شنو. انا يعني كنت اتمنى انه معي مجموعه من الصور للحاويات موجوده. بيجي الزول بيلقى الحاويه يهدي الحاويه ويشيل النفايات يحطها برا الحاويه. يعني برضه ده سلوك ما جيد على الاطلاق، يعني الحاويه اتعملت على اساس انك انت تخط النفايات فيها. نحن عندنا مجموعه من الـ من الـ من الناس امتهنت المهنه بتاعت القمامه الاستفاده من الموجودات في الغمامه. صح. يعني حتى الاسر لما تطلع الكيس مربوط بيجي ده بيشرط الكيس عشان يطلع لك قاروره يفرغه في الواطه. يفرغه في الواطه. صح. ده كله يعني يساهم في 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 التلوث البصري اللي تكلمت عنه وتفضلتها في بدايه اللقاء، يخلق لنا من يعني الصوره السيئه دي. دلوقتي يعني الحمله التصحيحيه دي انا بفترض انها هي البدايه الحقيقيه، نقول البدايه الحقيقيه، ما عاوزين ملامات، نحن عاوزين نبدا بدايات حقيقيه عشان نخلق خرطوم نظيفه جميله خضراء. كانت محبه الوحي للشعراء والمغنين والفنانين والرسامين، ترجع تعود اكثر بهاء، ترجع الناس تغني يا جمال النيل والخرطوم بالليل. هل كان في اشكاليات في التخطيط عندكم؟ شوف هو اللي بشوفتك انت الاوساخ تحديدا ايام العيد. أيه. لك والله الناس دي يوم العيد ما شغالين. طيب بالنسبه لفتره العيد على الدوام انا بتكلم، يعني انا شكلي القانوني الان هيئه نظافه ولايه الخرطوم او رئاسه هيئه نظافه ولايه الخرطوم، انا معني بالمعالجه بتاعت النفايات. يعني في مشكله ما تم زي ما بيقولوا يعني البت فيها حتى الان. انا قبلك ذكرت لك انه المحليات مطلعه بعمليه الكوليكشن من الاحياء والاسواق والشوارع. انا جاي التنسيق بينكم وبين المحليات. آه. والولايه برضه. آه. لانه دي ادوار المفروض تكون متكامله. طيب. وفي تنسيق. طيب. كبير. طيب زمان انا عند السلطه، انا كهيئه رئاسه عند السلطه انه اتمدد وامر وانهي واعدل واقوم. المساله دي انتفت من العام 2008 اول ما طالبوا المعتمدين بايلوله المشروعات ليهم، انتفت القصه دي تماما باعتبار انه بقانون الحكم المحلي ده جزء اصيل من منظومه عمل المحليات. نحن بقت جهاتنا اشرافيه،
جهة إشرافية زي ما بقولوا القرار بتاعها يمكن يعني يلقى إجابة ممكن ما يلقى إجابة من غير ما تحاسب. في النهاية أنا بكتب ريبورت للجهة الأعلى مني اللي هي الولاية، هي بعد ذاك مخيرة تتعامل مع ناس. ليه؟ لأنه كان في إمبريلا وسط يعني كانت بتفصلنا نحن من المحليات تحت. في العام السابق يمكن اتعملت ورشة تقييم أداء النظافة في ولاية الخرطوم، والناس دي اتفقت كلها على إنه يا أخي تلتئم لحمة الهيئة باعتبار إنه تبقى جمع وترحيل ومعالجة كجسم واحد. القرار ده قاعد حتى اللحظة في الولاية هناك ما تطبق على أرض الواقع. وبصراحة خلينا نتكلم تمسك المحليات بالنظافة ليه؟ ده السؤال الموضوعي. هي المسألة مربوطة بإيرادات، الإيرادات بتاعت التحصيل. طيب يا أخي ما في مشكلة، ما أنتوا بتدفعوا كم للشغل بتاع الأوبريتنج بتاع التشغيل بتاع النظافة؟ بتدفعوا كم؟ بتلقاهم بيدفعوا قروش باهظة جدا. طيب أوكي ما عندنا مشكلة، أنتوا اطلعوا بالإيرادات ونحن كهيئة بنطلع بالعمليات، أدفعوا اللي بتدفعوه بقيمة محدودة. يعني أنا بعرف مثلا بعض المحليات كانت جايبة شركات أجنبية بتاخد في الشهر قريب 11 مليار. يا أخي 11 مليار دي كثيرة. زي محليات شنو؟ يعني شركة أجنبية للنظافة؟ في شركات بتاعت نظافة عاملة. طيب يعني تجيب سبع محليات، أي محلية تدفع لك 7 مليار، سبعة في سبعة بكم؟ أجمع المبلغ ده أدي لهيئة النظافة، هي معنية معنيه بالوقود بصرف استحقاقات العاملين ببتاع، وانت شيل الايرادات السبعه دي انت تدينا ليها، وشيل ان شاء الله تجيب لك 100. ده ما حل عشان انا افك التشبث بانه يا اخي نحن ندير المشروع ده. العمليه بتاعت النظافه لا تتجزا على الاطلاق، لا تتجزا، لابد ان يكون فيها متابعه ورغابه وتفتيش وخلاف. انت ما جيتني الدايرين نحل المساله دي، خلاص المساله بتاعت الطبطبه دي نخليها. طيب بدون طبطبه، اي الشركات الاجنبيه وين؟ في منطقه الخرطوم، محليه الخرطوم. اي وكان شغال يعني في جهات هنا ماسكه قطاعات حتى الحته الفئه الغنوضيه، شركات اجنبيه انت بتدفع عليها. ما طيب انت طالما انك عندك المقدره على انك انت تدفع قروش، ادفعها للاوبريتنج للتشغيل مش كده، وباقل وشيل ما شئت بعد ذاك، شيل ما شئت من الايرادات، اديني انا سبعه وبعدها سالني من الخدمه، وشيل الايرادات ان شاء الله تجيب لك مليار تريليون، ما عندي معك مشكله. هي الفكره العامله كده، لكن نحن يعني اتعودنا كده صراحه، يعني عارف انا ما عارف تسميها شنو، لكن على الدوام بتلقى في تقاطعات في مسائل فنية. أنا أحكي لك عن تجربة بسيطة. في فترة ما كنا في زيارة أو في كورس برا السودان، أنا يعني كنت بتابع منظومة بتاعت خدمات في مبنى واحد، كهرباء، موية، بنى تحتية، خدمات صحية، خدمات اللي هي الصرف الصحي والنظام، الكلام ده كله في عمارة واحدة، في عمارة واحدة. لا تستطيع انك انت تعمل اي حاجة في المنشأة الخاصة بك ما لم تجي راجع تقدم طلبك للناس زي يراجعوا هل المسألة دي بتأثر على اي من الخدمات دي ولا لا. لكن تعال عندنا هنا دلوقتي، انت لو عاوز تبني بتمشي تعمل تصديق من جهة معينة، مجرد ما ادتك التصديق انت ممكن تكسر البيت ده كله، تكفي البيت والشارع، تمنع العربية تحت النفايات تخش. جميل. الكلام صراحة يعني مش عن هيئة النظافة ولا المحليات والولاية، لكن بصورة عامة موضوع النظافة في ولاية الخرطوم محتاج لزمن كتير جدا، محتاج الناس تقعد أكتر عشان ما تطلع بخرطوم نظيفة وبعدك هي تكون عنوان للسودان نظيف أيضا. وسلوك المواطن والتعامل مع النظافة أشرنا له، سلوك هذه الهيئات ما أنه تلتئم كما ذكرت أنت هذه اللحمة وكل هذه الجهات تشبك وتنسق وتعمل سويا من أجلنا جميعا. خلينا نختم ونتكلم في ختام حوارنا عن
قلت الوالي اول كلمه قال النظافه في الخرطوم. نعم. الان هناك مبادره برعايه والي الخرطوم، خلينا نتكلم ونشير لهذه المبادره في ختام هذا الحوار. طيب. المبادره يمكن السيد الوالي اول ما جاء يعني هو تحدث عن النظافه في الولايه، وده انا بفتكر انه من فطرته السليمه، ما في شيء خليني اقول الكلام ده الا انه ازعجنا كثيرا انه احنا في النظافه هنا انه نجي نلقى يعني مسؤول يجي يتكلم. امس لو طالحت الوسائط بتلقى رئيسة وزراء هولندا مخصصة يوم في الأسبوع بتلبس الكود بتاع العاملين وجرى لها حاوية بتاعت نفايات ما شبيها، كذلك أنجيلا ميركل الأفارقة. نحن عشان نخلق تحول في النظافة ما لم قمة الهرم بتاعنا ينزل تحت يعني ويمشي معانا في خط واحد، انا بفتكر انه المزه لما بتجي لي، لانه لابد انه ننزل من برجنا العالي ده ونتعامل مع النفايات كواقع، يعني لابد انه نحوله، لابد انه يحدث تحول مطلوب. دلوقتي نحن في تواصل مع شركه فرنسيه هي دي دار تنتج من النفايات كهرباء، دار تنتج سماد عضوي، دايره تشتغل على الفيول على الوقود الحيوي على غيره. دي نحن لو نجحنا في انه نتعاقد معها حتشيل لنا مشاكل كثيره جدا. ليه؟ لانه حتوفر لنا على الاقل ما اقل من 200 ل 250 اليه بتاعت نظافه. الملف ده الان هو في ضابير المكاتب بالولايه هناك. انا متخيل انه اذا تم حيخلق التحول، لانه الاليه بتاعت النظافه الواحده اصبحت مكلفه جدا، ونحن الان بدينا نلجا لوسائل بالمتاح. يعني في مناطق فيها تكاتك شغاله بتنقل، في مناطق فيها الله يكرمك الكارو بتاع الصغير ده، ف يعني نامل انه تتضافر المساله دي. انا معول كثير على الاعلام، ومن هنا بدي تحيه لكل الناس اللي حضروا الاجتماع امس بالولايه، اعلاميين كل القنوات الفضائيه، الاذاعات المختلفه بكافه موجاتها وتردداتها. نحن محتاجين لكم حقيقي، نحن محتاجين لكم. مساله التوعيه دي يا اخي، البلد دي جميله والله، السودان ده جميل، الخرطوم جميل، اي حته في البلد دي جميله. فخلونا مع بعض نتشارك في انه يا اخي نرفع من الوعي. انا ضد التهديد والوعيد، لا، نحن دايما نتكلم عن قيم، نحن دايما نغير المنتاليتي بتاعتنا على اساس انه احنا نعبر. يعني الان الشاهد على كلامي ده الاطفال الصغار في رياض الاطفال لما يشوفك جرحت حاجه بيقول لك لا يا بابا كده غلط، كده غلط يا عمو، كده خال، بيشيل الحاجه دي ويجدعها في المستوعب بتاعه. فيا ريت يا اخي نحن نتعامل كلنا مع بعض ونحاول انه نكرس جهدنا ده على مستوى الوسائط المختلفه، الوسائط الاعلاميه المختلفه، تلفزيونات فضائيه، اذاعات، صحف، وسائط مجتمعيه، كلنا ندخر يا اخي، يعني ندخر او نوفر جزء من المساحه بتاعت البث للموضوع ده. نعم، ودور كبير جدا برضو في جانب التوعية للمواطنين. ممكن يتم إنتاج عدد من المشاعر وأفكار كثيرة جدا، يمكن أن تكون هناك إعلاميا حتى تصل الرسالة كما يجب. أستاذ أيمن بشير خليفة، مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات بهيئة نظافة ولاية الخرطوم، شكرا لك ولحضورك، وإن شاء الله نمضي معا، لأنه صراحة المسؤولية مشتركة للجميع والهم مشترك. نتمنى أن نشاهد قريبا جدا خرطوم نظيفة، ونشاهد أيضا بصورة أعم سودان نظيف أيضا. شكرا لك. الله يخليك، شكرا لكم، شكرا لك، أنا شاكر. شكرا لك. حاولنا أن نصوب نحو مرمى هيئة نظافة ولاية الخرطوم علنا نسجل بعض